صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو في بطن أمه يكتب رزقه. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. رواه البخاري ومسلم.